تعالي بقى نتكلم شويه عن الانجاز اللي اتحقق مؤخرا، و27 ميداليه مختلفه في البطوله العربيه. عايزين نعرف منك كواليس هذا الانجاز. بص، هي كانت البطوله في مدينه او جزيره جربه في تونس، جزيره جميله جدا عندهم سياحيه. اه طبعا. ف يعني البطوله كان هناك، كان 10 دول مشتركه في البطوله دي. الكويت، قطر، الامارات، طبعا شمال افريقيا، الجزائر وتونس تونس والمغرب. والسودان وليبيا، كل دول مشتركين. السعوديه اعتذرت، ومصر طبعا. احنا كنا رايحين بتيم فول تيم تقريبا، رايحين بفريق سيدات وفريق رجال، وبيبقى فيهم مختلط وفريق. بص، اللعبة دي مكونة من اتنين، يعني في ريكيرف اللي هو القوس الأولمبي، وكومباوند القوس المركب. اللي بيتلعب في الأولمبياد هو الأولمبي ريكيرف، أوكي؟ والكومباوند طب وإيه مش الفرق ما بين الاتنين؟ لا، شكل القوس وطريقة والشكل التارجت، ويعني بيبقى الدنيا والتكنيك بتاع مختلف شوية. مختلف شوية. فكان المعتمد هو الأولمبي، القوس الأولمبي. فاحنا كنا رايحين بدوده الاثنين، والحمد لله حققنا ذهب في ده وده، في ما شاء الرجال الله وفي السيدات ما شاء وفي الله. الكومباوند، في الريكيرف، في المختلط، في الفردي. الحمد لله ما فيش لاعب راح ما جابش ذهب. ما شاء الله ما شاء 16 الله. ذهب طب احنا على الصعيد العربي واضح ان بسم الله ما شاء الله. طب عربي عالميا بقى احنا فين؟ وافريقي. وافريقي طبعا كمان. طبعا هايل. احنا من اولى الدول، احنا على طول متصدرين افريقيا. اوكي. عندنا منافسه شديده جدا مع مصر، شمال افريقيا بينافسوا معانا، الجزائر قويه، الجزائر والمغرب وتونس، الثلاثه، اوكي الجزائر وتونس والمغرب، يعني اوكي عشان يبقى اه بالترتيب. طبعا. طبعا في منافسه شديده مع مصر، في كوت ديفوار بقى، افريقيا السمراء، كوت ديفوار بتنافس، تشاد بتنافس. ليه بقول لك بعض الدول دي؟ علشان الاتحاد الدولي عنده سيستم انه ممكن يتبنى لاعب او ينتقي لاعب، يجيبه ويقول له انا هاخدك من دلوقتي، هتولاك حتى الاولمبياد، تمام؟ فهيفضل الاتحاد يدرب. الدولي. الاتحاد الدولي، اوكي. الاتحاد الدولي للعبه، فياخد اللاعب ده يقعده في معسكر، و بس هيلعب باسم بلده بطبيعه هيلعب الحال. باسم بلده، بس اوكي. هو بس هو هيكون مدعوم. بالظبط كده. جميل. وبيتجهز من قبل الاتحاد الدولي بمعسكرات، بمدربين عالميين، باحتكاك طبعا، بادوات، عشان ده اوكي. مهم جدا، ادوات. فكل ده بيفرق مع اللاعب، ان هو بيبتدي لسه بيكون بوتنشال، او بيكون يعني ايه، هم شايفين ان اللاعب ده ان شاء الله هيعمل حاجه في القادم في الاولمبياد.